يكبر، وصل من الخبرات بعلاقته مع الإدارة ومع اللعيبة إن هو قادر يفرض سيطرته، خالد بيبو نجم كبير واسمه وشخصية محترمة جدا، بس النهارده مش هوصل للي وصل له سيد في يوم وليله. ده حقيقة، محتاج وقت. لا حقيقة فالنهارده الموضوع ما... صعب يا بيه، النهارده هنقارن هتبقى مقارنه ظالمه. محتاج دعم ما ينفع. من الجماهير، ايوه محتاج، لا شويه. وطبيعي خالد فعشان بيبو كده لازم دعم. ما اقدرش ان انا احكم دلوقتي لا لا ده او حقيقة، اقول لخالد بيبو وسيد عبد الحفيظ، لا في فروقات كبيره. ما اقدرش احكم على خالد بيبو دلوقتي خالص، لازم اديله الوقت ولازم اديله الدعم. زي ما هو سيد لما ابتدى ما كانش زي دلوقتي، بالظبط صح ولا غلط؟ فالنهارده لا، النهارده المواضيع مختلفه. فخالد بيبو نجم واسم كبير وشخصيه محترمه، لازم ابقى برضه سبورت ليه، ولازم ابقى موجود معاه، حقيقة. ولازم يتمتع من الخبرات وعلاقه قويه باللاعبين عشان اقدر ان احكم عليه. يلا ذا بيست، يلا انا شفت كده انا محت شناوي وشناوي. يلا كابتن ياسر. يلا اختار شناوي. طب ايوه ما هو الاثنين شناوي. شناوي اه لا شناوي احمد ومحمد. طيب انت نمت ولا ايه؟ لا ما نمتش. يلا كابتن حماده. لا في فتره حاليه طبعا شناوي الاهلي. يلا محمد الشناوي. محمد عبد المنعم وائل جمعه. ليه ولا الحمد؟ ها؟ انا عبد المنعم. لا انا وائل جمعه. وائل جمعه. انا عبد المنعم. عبد المنعم. يلا اللي بعده. زيزو حسين الشحات. لا الفترة الأخيرة أنا شايف زيزو لعب كويس وماشي كويس، بس أنا حسين برضو مين يا كابتن؟ كويس. حسين مين يا كابتن؟ زيزو. زيزو. إمام قفشة. أنا برضو مش بقول زيزو عشان معلش عايز أكمل في الحتة دي، مش علشان إن هو زمالك وأهلي، لا. النهاردة زيزو أنا بقيسه كمان على اللعب في المنتخب دولي. تمام. النهاردة زيزو فرض سيطرة إن هو يبقى موجود ماشي. في ضمن المنتخب. ما برضو حسين برضو عمل بصمة على النادي الأهلي، جاب بطولات. لا. يلا. إمام ولا قفشة؟ يلا كابتن. قفشة. 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 تمام. عواد جنش. يلا كابتن ياسر. لا انا عواد طبعا. عواد جنش. جنش. ها مين؟ رياض محرز ولا زياش؟ لا محرز طبعا. محرز. طبعا. ها محرز. محرز. ماشي اللي بعده. محمد شريف ولا مصطفى محمد؟ مصطفى محمد. مصطفى محمد. مصطفى محمد. مصطفى محمد. زمالك زمالك. عبد الله السعيد ولا شيكابالا؟ ها؟ عبد الله السعيد. شيكابالا. ماشي. خلي بالك يعني انت جايب اسمين برضو يعني. ما انا مش عارف، ما تعرفش طارق حامد ولا حمدي فتحي؟ عايز مين؟ حمدي فتحي. حمدي فتحي. طارق. طارق. اللي بعده. حازم امام ولا عبد الستار صبري؟ حازم. 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 اللي بعده. شوقي حسني. شوقي. 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 ماشي. يلا. كابتن ربيع كابتن احمد رمزي. الاثنين بعشقهم عموما. ايه؟ الاثنين بعشقهم. ايوه ما انا عارف. لا معلش الاثنين انا عايز الاثنين عشان الاثنين كنت بحبهم جدا. رز. كابتن احمد. لا ماشي. انا الاثنين ماشي بصراحه. ماشي عشان كابتن ربيع انا عارف. لا والله لا الاثنين فعلا. لا انا بتكلم على لا طبعا حتى اللي انا لعبت المركز ده. يلا اخر واحده. جمال حمزه ولا بركات؟ يلا كابتن حماده. بركات. انا عارف ردك كابتن حماده يعني عارف ردك. انا عارف ردك. انا عارف ردك. ما تقول مكاني. طيب لا انا عارف ردك. بقول كده في دي بالذات بقى انا عارف ردك. مين هتقول؟ جمال حمزه طبعا. طب جمال حمزه. ايوه طبعا عارف. طب انت بتتغير. خلني لا اسمع بقى. ها؟ لا انا بركات. بركات. بركاتك يا كابتن. الله يكرمك. شكرا ليك. يا حبيبي. شرفتنا حبيبي واستمتعنا. الصوت اللي معاك كابتن حماد. نورتنا كابتن حماد. اشكرك. عالم كبير زي مهيب طبعا. حبيبي ربنا يخليك. اشوفكم غدا حلقه جديده من برنامج اللعيب على MBC مصر. الى اللقاء.